حبيت وانا صغير نكون زويع كعبين، نحب نولي هكا كيما كريستيانو، كيما يوسف يوسف، كيما ريم عبد النور، مش يا كيرو ريال. حبيت نولي زويع معناتها معروف. شيء دخليني من ما يتعبرش عليه اللسان، ما يتعبرش عليه الكلام، ما يتعبرش. شوفوا جاسر، شوفوا درسيه كيفاش نقولوا فيه، شوفوا اسكو يسحق الطفل هذا ولا ما يستحقش. ما يستحقش شابولي، يستحق اعطيه العزيمه، كانوا يستحق اعطيه العزيمه. معناها تقول انت ما لقاش فرصته، معناها بورتون عنده ما يقول، ما قاش فرصته. صغير شنو عمره؟ هو ينجم من عرش قدير الله يلقى فرصته في أي بلاصة أخرى ولا أي كيف أخرى ولا أي جمعية أخرى. بعد فترة كلي يعني كلي تبدي ذا واحد يخر مع العروس. لو مدة 3 سنين هكاك من نص بدأ بديت كان في التيرا قبل ما تبدي. جي واحد قال لي راه عندي بلاي تبدي لا باش عايش بخيبوش كيما في بيت لا باش تخسر. أنا مش قاعد نتبع فيه هو يلعب ديما في الكورة، أما نجي تحكي لي. ما كنتش نحب، انا كنت احب الطراشه. وانا خاطر وانا نكون في الحومه جاني راجل نعرفه يرحم والديه قال لي جاسر تحب تدخل التيران في افريقيا؟ معليش لي عاد عملت تيست وكل شيء ودخلت وفرحان بيا هنا كل شيء. دخلت التيران كنت اكاديمي جروب أ، بعد عملت تيست طلعت ليكول، طلعت ليكول ترينا رانيت عامير في ليكول، وجيت معناتها باش نطلع للأ، ليكول أ، يا أخي كورت ضدهم، طحت تاكل 7 كاس. نحنا ناس خبزي نعيشوا على قد ال... كيفاش يقولوا فيها على قد البون، نعيشوا قد قد. انا اقول ولدي اما يجيبها ساقي ولا يقعد يكمل قرايته في شهر. انا رد علي العلم الناس فرحان بيه برشا، عند ان شاء الله كي ساعة روك ممكن نفرجوا فيه. صدقني انا اللي نعرف حسب الناس الكوارجي خرجت من الحبوب. الكوارجي الكوارجي كلها خرجت من الحبوب مش من لي سونتر دو فورماسيون دغلبيت. من اللي نعرف في جنان في حسب على عمري انا، يعني من اللي نعرف برشا الكوارجي خرجت من الحبوب.
تمشي لحوما تفرش بارتي ياخذوه ما غادي فيه. بريت ليه بالشي هذي أنا لا نجم عندي لا عندي جعالة ونجم نعيش فيها بها ولا نجم نربي ولادي بالماديات وما عنديش فلوس برا مشيت سوريا وما عنديش تشنية وبرا عامل تشنية وبرا سقا وبرا هذا عاملة ما نجمش أنا أم ما نجمش نربي ولادي بالريتم هذي وبالدومان هذي. وسالني شنو تحبني نقول تنقول نقولها خاطر ما يعلم كان ربي سبحانه. كيف الجو تشوف جاسر نهارك؟ نتمنى على ربي نشوف ولدي اعز جواء خاطر غرامه حبه للكور مش نقود فيه هنا ولا نقول العب ولا نقرص فيه غرامه ولدي كور وكل انسان باش مغروم نتمنى على ربي ولدي يوسف نتمنى على ربي هذاك شنو حب ولدي يوسف لي وليلي جوار كيفلين وفلتين وفلتين هكا باش نقول لك انا ولدي باش يوصل وباش يعمل لي وباش يجيب لي فلوس وباش نحب ولدي يوصل وينفذ غرامه وينفذ حاجته معناها كيفاش باش نفسرها لك يحب يوصل لحاجته الشيخة اللي هو حاببها انه يحب الكرة ان شاء الله يوصل لها ان شاء الله يولي لي جوار بي جوار بي اذا نتمنى على رب من صغيراتي توصل لك الوقت وما نحبه شيء ما نحبه شيء نحبه ليش هو ما يحكي لك مش انا نحكي لك امه ما نبعدوش لبعيد هز جسر وبراب للحوم قابت للتيراء وسهل من الشيب اللي راسه أبيض بالشيب للطفل الصغير قلو شنيا جسر هو يحكي مش هنا لعل أنا مبالغ خاطر أمه هز جسر أنا قاعدة أنا هنا هز جسر معاك واخرج بيه من هنا حتى كش كتاب بارك الفريقي أسهل من حومته للبارك هبلها الكبار هبلها دخلها بعض شنو تحب نعملولك وشنو ندير شنيا علاش مش انا جمعيات هذيك مال كبير صحيح ايش هو ما يشوفوش هكي اش يجيبوا لي فروخ صغار بالله تستيوس الصغار تكور هو ما يهمش من حد شيء الكره يجيبوا كادروات ناس واصله ناس ولا يعرفوا شنيا صغير في تصدير قاوري قالوا هذاك ميسي تونس تسالوه المدخل ولدي عند 3 سنين التالي تصدير قاوري قال هذاك ميسي تونس أنا عاش أحكي بالفرنسي مصاحب ولدي عايش في فرنسا قلت برا عاش ولدي يحكي معاه يحكي معاه قالوا هذيك قالوا تعرفوا ميسي قالوا هذيك ميسي تونس جاسر ميسي تونس الجارديا هذو قديك اتلاو اوكي لاقت على البار ومشيت شوية مع الخط ودخلت بولت اخي سحب الفرق وربحنا الماتش عروس فرح حمي بابا ميتي نزلنا مريوس نولي جوية طلح معايا بيت اخرى نولي على فرحة كبا برشا عائلات حاجة نحبها تحب برشا فلوس تحب برشا فلوس ولا مستعد تكور مستعد نكور حتى ناخذ فلوس لساعة الفقراء نعطيهم فلوس ياكلوا شيخوا يعملوا شيخوا